انا فرحان وجد فرحان بزاف، لان كما كيعرف الجميع انني هذه السنه هذه كان واحد يعني هذا اول مره في حياتي اللي كان نتوقف على التدريب من بعد ساليت الاستعداد ساليت لا سيزون اللي فات ديال 2016. يعني اول مره كان وقفت 3 شهور بحكم ان عندي كان واحد البسي بليسير هذوك وبغيت نعطيه الراحه، يعني 3 شهور ديال التوقف يعني ما تحركتش فيها، ومن بعد رجعت كندرب يعني لقيت واحد يعني ما هرستش العام كما ولف كنلعب لي ندور الملتقيات داخل القاعه ونعاود ثاني نكاسي العام باش نلعب الملتقيات خارج القاعه، وهذا الشيء اثر عليا هذا العام. بديت الملتقى ديال امريكا ديال الجون ومن بعد اوسلو وستوكهولم، يعني كانت نتيجه غير مرضيه ليا ولا للجميع، والحمد لله هذا الملتقى اليوم غادي يعطيني الثقه بنفسي ورد الثقه في راسي باش ان شاء الله نكون واجد في بطوله العالم. والحمد لله بعد ما ارتحيت طلعت المعسكر مدينه افران ورتحيت واحد 15 يوم تاع يعني بدلت الاكسجيناسيون وهذا، فالحمد لله تمكنت اني نرجع يعني قوي في هذا الملتقى هذا، وكنت باغي نربحو لان الجمهور هذا كامل الا ما ربحتيش قدامه راك بحال ما درتي والو، وكنتمنى الخير ان شاء الله للقدام. شكرا. عبد العاطي فاش من سباق غادي تشارك في العام 1500 ان شاء الله؟ غنشارك في العام 1500 ان شاء الله. كانت يعني كان واحد الاختيار ديال ما بين 5000 متر و 1500، الا ان هذه السنه الملتقيات كامل اللي اشتركت فيهم كانوا 1500 متر، هذه تقريبا ثاني مسافه طويله كنشارك فيها 3000، ونتمنى ان شاء الله غادي نكون في 1500. كان هناك المرشح الاول اللي فوز بالسباق هو الكيني، ما عرفتش انا رتبه حققت، ولكن ما عرفتش يمكن نساحق بالسباق. هذه كنظن انا من هذه استراتيجيه، هذه خطه منه هو انه باش ما يعطيش لانه هو بطوله العالم ان شاء الله. حنا الحمد لله هذا عام كنشتغلوا فيه، ما يمكنش كتبقى بطوله العالم في يد الله، غنديروا اللي علينا وكمان والله ماشي بحال هو انه صاحب السباق. والحمد لله كنتمناو اننا نديروا شي نتيجه ايجابيه يعني ما بين سفيان دريال لريو جانيرو، انا صحيح شرك في ريو، واليوم اشنو يعني ليفولوسيون ديال سفيان؟ الحمد لله هذيك كانت بدايه، بل ماشي بدايه، هذيك اصلا كانت بدايه عمل، لان ديجا حققت الرتبه الرابعه بطوله العالم شباب، وبقيت كنشتغل ما مليتش. الحمد لله انني عندي واحد الحلم كنتمنى انني نوصل له، والحمد لله كاين واحد التحسن كبير ما بين ريو وما بين السنه. وبالنسبه للندر ان شاء الله اش غتمكن تدخل للجمهور المغربي؟ ما نقدر نقول والو، كنتمنى اننا غنديروا اللي علينا والكمال على المستوى كانت مزيانه، يعني هذا الثاني احسن توقيت كتجراه هذه السنه هذه من بعد ملتقى روما اللي كانت جرت فيها 8 دقائق 04، كان الحمد لله اليوم كتجرى 8 دقائق 05، يعني كاين تحسن لا في الملتقى ولا بالنسبه للعدائين، وان شاء الله غيكون يعني هذا الملتقى هذه غتكون مع يعني مع دورات اخرى. كتشوف المواهب الشابه المغربيه واش يمكن نطلعوا المستقبل في مسافات متوسطه؟ بالفعل كاين طاقات، كاين يعني مواهب اللي يعني كيترقصوا في ملتقيات في مسافات متوسطه، وكاينين عندنا في سونتر ريجونال يعني عدائين اللي باقي صغار ان شاء الله جايين غنقولوا الكلمه ديالنا. شكرا. يعني انت على بعد، احنا على بعد شي بعد كلك سيمين لي مونديو، واش حققتي ديجا لي مينيما ديالك ولا مازال مصطفى؟ حققت انا لي مينيما ديال العام، ودابا الحمد لله تنبريبارو ان شاء الله نكون مزيان ان شاء الله في الشهر القادم. واليوم هذا السباق يعني واش كان، واش الحراره، واش التكتيك، وشنو وقع بالضبط؟ لا السباق يعني وقع واحد الغلط، الحمد لله كلشي داز مزيان الحمد لله. يعني انت شامبيون في ميداي دو برونز جونيور، تشرفتي لنا ان شاء الله وشاركتي في الالعاب الاولمبيه، تلاقيت انا وياك في ريو، يعني واش سيستم عليك تحسن الاداء ديالو من ريو لدابا؟ بطبيعه الحال تحسن، لحقاش بعد اول عام انا عندي مع تلعب مع الكبار، الحمد لله دار هادو نتائج مشرفه، وان شاء الله المزيد ان شاء الله خير ان شاء الله. شكون هو الميتينغ الجديد الاخر اللي غادي تشارك فيه موش تقبل ان شاء الله سي مصطفى؟ ما باقي ليا شابينا Are you happy with your performance today or not? Oh yeah, I'm really happy about it. You know, coming into today, I was a little bit tired. You know, I came in late yesterday. I missed my flight. So I'm just happy that I came out here and performed well. I broke the meet record. So definitely looking forward to peaking at the right time when it counts. So just want to try to run sub 10 and sub 20 at the World Championship. You are a new Usain Bolt. Are you happy that all men say that you are the new Usain Bolt? No, I'm not.
I'm the new Andrew. I'm not Andrew the grass. I'm not Usain Bolt. You generally are doing a big performance. Oh yeah, I'm really happy about the performance. You know, it's a meet record for me. So my last 200 before world. So I feel like I can go out there and medal at the world championship. What do you think about the meeting of Morocco, Mohamed Sis? Oh yeah, I really enjoyed it. You know, I'm happy to be here. The crowd was great. So I'm happy I stamped my name on the track with the record, and I'm looking forward to being back here next year. What about of the next world championship in London? Oh, yeah, I just gotta go out there and perform to my best. First time competing in London, so I'm looking forward to that, and I'm looking forward to seeing my fans out in the UK.